بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا، وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دليلا كفانا نور وجهك هاديا. الأسوة الحسنة درة من درر الشريعة الإسلامية الغراء، فتعالوا نتعلم بصحبتكم كيف نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نكون قدوة بأفعالنا وأقوالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي المشاهدين أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد ومتجدد بصحبتكم مع درة جديدة من درر الإسلام، ومع خلق إسلامي جديد نتفيأ ظلاله. نرحب في مستهل لقائنا باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله أستاذنا الكريم. بارك الله بكم ونفع بكم. جزاكم الله خيرا. أستاذنا الكريم، موضوعنا اليوم عن الأسوة الحسنة، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأسوة أو القدوة، كيف نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. السنة النبوية عند العلماء هي أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته. إذا قلنا سنة، أقواله والدليل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أفعاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف عامل أصحابه؟ كيف عامل زوجته؟ كيف ربى أولاده؟ كيف وقف في العسر؟ كيف كان في اليسر؟ كيف كان في حربه، في سلمه، في عطائه، في منعه، في غضبه، في رضاه، مع أهله، مع زوجته، مع أصحابه، مع جيرانه؟ الحركات والمواقف هي سيرته العملية. فله سنة قولية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من كلمة وما نهاكم، يعني ما أمركم بالمقابل، فالذي أمركم به ينبغي أن تمتثلوا أمره، وما نهاكم عنه ينبغي أن تنتهوا عما عنه نهى وزجر. أما السنة العملية أفعاله، كان إذا صافح لم ينزع يده حتى يكون آخر من ينزع مثلا، كان إذا كان جاء رمضان كان أشد الناس عطاءً وكرماً. إذاً في عنا سنة قولية، أقواله يعني أحاديثه الشريفة طبعاً الصحيحة، وفي عنا سنة عملية أفعاله. أقواله سنة وأفعاله سنة. الآن في إنسان تكلم أمامه كلمة فسكت النبي، النبي وحده سكوته سنة. لو كان الكلام غير صحيح لا يمكن أن يسكت. والدليل لما أحد أصحابه توفاه الله اسمه أبو السائب، ف
فلما دخل إلى بيت هذا الصحابي المتوفى سمع امرأة تقول من وراء الستار: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو سكت لكان كلامها صحيحا. فقال: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي: أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يعني ليس من أخلاق العبودية لله أن تحكم على المستقبل يقينا، تقول أرجو الله، هذا أدب مع الله عز وجل. إذن أقواله سنة، وأفعاله سنة، وإقراره سنة، وصفاته سنة. كان يبتسم، كان يصافح ويبتسم. واحد قال له، قال لأحد من حضر مجلسه: أيكم محمد؟ والله يقال عن هذا القول ساعات وساعات. ما له كرسي خاص أبدا، ما له جلسة خاصة أبدا. في رواية أولى قال له: قد أصب أنا. في رواية ثانية أحد الصحابي قال له: ذاك الوضيء. يعني في أشياء، يعني مثلا كانوا في سفر أرادوا أن يعالجوا شاة، قال أحدهم: علي ذبحها، وقال الثاني: علي سلخها، وقال الثالث: علي طبخها. فقال عليه الصلاة والسلام: وعلي جمع الحطب. شيء غير معقول، يا رسول الله نكفيك ذلك؟ قال: أعلم أنكم تكفونني، ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه. كانوا في سفر 1000 صحابي، الرواحل 300، فقائد جيش ونبي ورسول وقمة البشر، قال: كل 3 على راحلة يتناوبون عليها. قال: وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة. سوى نفسه مع أقل جندي، هو قائد الجيش وزعيم الأمة ونبي الله ورسول الله، ومع ذلك سوى نفسه مع أقل جندي. ركب النبي الكريم الناقة، فلما انتهت نوبته في الركوب وجاء دوره في المشي، توسلا صاحباه أن يبقى راكبا، فقال: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. أي نبوة. فالحقيقة أقواله سنة، أفعاله سنة، إقراره سنة، صفاته سنة. أستاذنا الكريم، وهنا يعني يلفت النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أمرنا أن نتأسى بها، أنها متنوعة، متنوعة المجالات، فيعني ذاق الفقر والغنى والقوة والضعف، ما السر وراء ذلك؟ والله في موقف الحقيقة شيء لا يصدق. إنسان في أثناء الهجرة أهدر دم النبي الكريم، وضعت قريش 100 ناقة، ناقة يعني شيء غالي جداً، بمئات الألوف، كسيارة في عصر 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً. أحد الأشخاص طمع في هذه الجائزة الكبيرة، تبعه، اسمه سراقة. فلما تبعه واقترب منه قال له: يا سراقة، كيف بك نبي مهدور دمه ملاحق، 100 ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، يا سراقة كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ سوار كسرى يعني أنا سأصل إلى المدينة سالماً، وسأنشئ دولة، وسأؤسس جيش، وسأحارب أكبر دولة بالعالم، وسأنتصر، وسوف تأتيني الغنائم إلى هنا، ولك يا سراقة سوار كسرى. وفي عهد عمر قال: أين سراقة؟ لما جاءت كنوز كسرى، أين سراقة؟ ألبسه سوار كسرى وقال: بخن بخن، أعيرابي من بني تميم يلبس سوار كسرى. ثقته بنصر الله، ثقته بالمستقبل. الآن بيقول لك انتهينا، لا ما انتهينا. يعني بعض الأخبار السلبية فيما يجري في العالم الإسلامي والعربي يقول لك انتهينا، لا ما انتهينا. ثقة النبي، دمه مهدورة
الأمل بالنصر صفر، ومع ذلك ثقته بالله عز وجل لم تتزحزح، وينبغي أن نتأسى به. نعم. في ثقته بالله تعالى، ولا سيما في هذه الأيام. نعم، جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. يعني الذي كنت أريد أن أصل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذاق جميع الصنوف، وهو يقول إنما أنا بشر. يعني هل بشريته لها علاقة بتأسينا به؟ أخي الكريم، بارك الله بك، لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. ذاق الجوع، قال: مضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. ذاق الفقر وذاق الغنى. لمن هذا الوادي من الغنم؟ قال: هو لك. قال: أتهزأ بي؟ قال: لا والله هو لك. فقال: أشهد أنك رسول الله. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أذاقه الله الفقر، أذاقه الغنى، أذاقه العز. دخل مكة فاتحا وقد ناصبته العداء 20 عاما، فكان خافض الرأس، كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله عز وجل. ذاق النصر وذاق في الخندق الوضع الصعب جدا جدا جدا. أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ ذاق القهر وذاق النصر وذاق الفقر وذاق الغنى وذاق العز وذاق القلق والخوف. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. وذاق أن يقول الناس في زوجته ما لا ينبغي. كان صابر، كان حكيم، وكان متفائل. نعم، جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. أريد في محورنا الأخير أن نلفت إلى ضرورة التأسي برسول الله. يعني سيدي، بعض الناس يعني يظنون أن تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية هي فرض كفاية، وكأن المتبحرين في العلم فقط هم الذين يعني يقرؤون في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليست فرض عين على كل مؤمن أن يتعلم السنة والسيرة؟ يعني هو المؤمن إنسان، والإنسان جاء الله به إلى الدنيا كي يتعرف إلى الله. والله عز وجل لا تدركه الأبصار، أرسل رسول، أنطق بالحق، حركته حق، عطاء حق، منع حق، غضب حق، رضاء حق. فهذا النبي الكريم هو أولاً معلم بأقواله وأسوي بأفعاله ووصف كامل بصفاته. فحتى الإنسان يصل لحقيقة هذا الدين يجب أن يتبعه في كل أقواله وأفعاله وإقراره وصفاته. هي السنة. نعم. أستاذنا الكريم، يعني آخر ما نتكلم به هذه أسوتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ينبغي أن يكون كل منا أسوة؟ الأب في بيته والأم في بيتها. طبعا إذا قلنا أنه هذا الطبيب الجراح أعطى حقنة وعقمها أولا وفعل كذا وكذا وكذا، لا يعني أنه إذا واحد ممرض أراد أن يعطي حقنة لمريض لا يعقمها. ففي أشياء يستوي في تطبيقها قمم البشر وعامة البشر. فهذه الأفعال لنا كي نطبقها لا كي نتغنى بها، وليست إعجابا سلبيا فقط. هناك تدين أنا بسميه إعجاب سلبي، لك ديننا عظيم، نبينا سيد الأنبياء، منهج، قرآن، سنة، ما لم تطبق هذا الإعجاب السلبي لا يقدم ولا يؤخر. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، هم يصلون واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقي بعض المسلمين هذا الغي.
أستاذنا الفاضل والعلماء والدعاة والمربون والمصلحون أليست القدوة قبل الدعوة؟ أبدا، يعني الأسوة الحسنة، لأن الناس لا يتعلمون بآذانهم، يتعلمون بعيونهم. وأنا أقول كيف أن النبي وصف بأنه قرآن يمشي؟ قيل القرآن كون ناطق، والكون قرآن صامت، والنبي قرآن يمشي. أنا أرى الناس لا يتأثرون بهذا الدين إلا إذا رأوا بأعينهم إسلاماً يمشي، يعني مؤمن مطبق لهذا الدين. إن حدثك فهو صادق، إن عاملك فهو أمين، إن استثيرت شهوته فهو عفيف. أريد سيدي أن نختم يعني بقصة سمعتها منكم قبل أن نبدأ التسجيل، قصة هذا الإمام الذي كاد يبيع الإسلام كله من أجل 20 بنساً. نعم، هي قصة وقعت في بريطانيا. إنسان يعمل في ظاهر لندن وساكن، يعمل في مانشستر وساكن بلندن مع أصدقائه، ففي مرة صعد المركبة، أعطى السائق ورقة نقدية كبيرة، رد له التتمة، عدها بعد أن جلس، فإذا هي تزيد 20 بنس عما يستحق. يعني القصة هكذا، رواها لي أحد طلابي في لندن، فدخل في صراع مع نفسه إنه شركة عملاقة مع مليارات، والمبلغ أنا بحاجة له، بس أنت إمام جامع، هي ما بيجوز. دخل في صراع مع نفسه، في النهاية استقر على أن يعطي السائق التتمة الزائدة. أعطاه التتمة فابتسم السائق، ابتسامه أقلق، لما؟ قال له ألست إمام هذا المسجد؟ قال له بلى. قال له والله أنا قبل يومين أردت أن آتيك إلى المسجد لأتعبد الله عندك، ولكنني أردت أن أمتحنك قبل أن آتي إليه. القصة مؤثرة جدا. هذا الإمام وقع على الأرض بغشيا عليه، فلما صحى من غشيته قال يا رب كدت أبيع الإسلام كله ب20 بنسا، والآن كم مسلم يبيع دينه بتصريح كاذب؟ هي المشكلة، الناس لا يتعلمون بآذانهم بعيونهم، وما لم يروا إسلاما يمشي أمامهم مطبقا لهذا الدين لا يقتنعون بهذا الدين. وهذه أهمية الأسوة الحسنة. نعم. التي نعم. كانت موضوع لقائنا. نعم. معكم. جزاكم الله عنا كل خير، وبارك بكم ونفع بعلمكم. وأنتم إخوتي الأكارم في كل مكان، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب بحضوركم ومتابعتكم إلا أن أشكر لكم حسن متابعتكم، راجيا الله تعالى أن ألتقيكم وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.